نروح لخبر جميل ورائع من بنت النادي الأهلي هانا جودة. هانا جودة لاعبة التنس الطاولة، اللاعبة الأصغر من أي حد ممكن تتخيلوه في العالم، 14 سنة دلوقتي، صغيرة جدا في عالم تنس الطاولة، يعني أنها تبقى في التصنيف العالمي الأول في فرقة 14 و17 و19 سنة دلوقتي رسمي، هي الأول في فرقة 19 سنة، ومن المصنفين الأوائل على فريق السيدات، كمان فرق السيدات في العالم. يعني هانا جودة معجزة بكل المقاييس. يعني هانا جودة الفتاة الذهبية للنادي الأهلي، اللي هي بقالها فترة تحت 15 سنة و17 سنة متصدرة التصنيف العالمي، دلوقتي كمان بتخش تحت 19 سنة تتصدر التصنيف العالمي. هذه الشابة، أو هذه يعني مش عايز أقول طفلة يعني، لأنها خلاص دلوقتي لاعبة محترفة، هي فعلا معجونة تنس طاولة، محترفة رياضية بحق حقيقي. يعني هي حد من الناس اللي متوقعين في الأولمبيات اللي جاية، اللي يعني محتاجينها، متوقعين انها في الأولمبيات اللي جاية تركز، لأنها قريبة جدا من انها تعمل ميدالية، قريبة جدا من انها يكون ليها شأن كبير في عالم الرياضة وفي تنس الطاولة تحديداً.